Когда я говорил в Америке с ним, он был еще в сомнениях. В сомнениях по поводу перспектив? Я ему сказал, мы здесь будем лучше и надолго. Ну что он прилично с хохотом смеялся. Мы здесь будем чемпионами и надолго в этом месте. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة آفي اختصارا لأرابيك فايتين يونيفرس. في فيديو اليوم سنحلل بشكل بسيط النزال التاريخي الذي انتظرنا حدوثه لمدة طويلة، حيث كان السبت الماضي وانتهى بفوز مقاتلنا إسلام مخاشيف بطريقة ولا أروع، والحمد لله على ذلك. سنتحدث عن بعض اللقطات التي أدت إلى فوز إسلام، وكيف استطاع إلغاء مهارات البطل السابق تشارلز أوليفيرا، والخطط المتبعة التي أدت للفوز بالطبع. كذلك لا تنسوا اللايك والاشتراك يا جماعة، لنبدأ على بركة الله. أهلا بكم معنا مرة أخرى. سيكون تحليل هذا القتال التاريخي مقسما على جزئين، كون النزال انتهى بالجولة الثانية، بحيث سنقارن بعض ما حدث وما فعله المقاتلين مع نزالات سابقة لهم، لنعرف كل المهارات والحركات وسبب قيام المقاتل الفلاني بتلك الحركة وما فعاليتها عنده. ومنه الجولة الأولى. بداية الجولة الأولى، وهناك العادة تقريبا تشارلز يقوم بهذه الحركة أفلاينني. الأمر ليس اعتباطيا، بل هو ليحدد مدى القتال The Fighting Range بينه وبين خصمه، مثبتا النقطة التي سيخرج منها ضربات. بعد 10 ثواني يأتي هذا الكومبو من طرف إسلام، تذكروه جيدا يا إخوان، يسارية مستقيمة فخطف يمينية، لا تنسوه لأننا سنرجع إليه فيما بعد. ثم بعد 4 ثواني فقط نفس الكومبو كما قلت، تذكروه. كعادة تشارلز يمارس ضغطه متقدما للإمام منذ البداية، حتى بعد أكل ضربة كهذه فهو لا يتراجع أبدا كما معروف في جميع نزالاته الأخيرة. هنا بدأ التحام، وكان أوليفيرا هو من دعا إليه، ومن هنا نتج تايك داون لإسلام. تشارلز كذلك هو من طلب إسلام للأرض. كعادة أوليفيرا والجدوس خاصته يهدد دائما بمحاولة الإخضاع، مع نوعية المخضعين من طراز وجودة تشارلز ما تقدرش تبقى في المنتصف، يا تخرج من الجارد يا تدخل بأكمله، لأنه ذراع واحد قد تجد نفسك في تريانجل أو أرمبار، وبالطبع إسلام يعرف ذلك. البوز من طرف أوليفيرا من تحت يذكرون بتوني فيرجسون سابقا، والشاهد من هذا القول أنك يا تفرض الجان والباوند الخاص بك، يا يتم تشليعك من الأرض، وبعدها تجد نفسك في فخ إخضاع. لكن إسلام هو من قرر سير الأمور، وبدأ الجان والباوند خاصته، لكنه اعترف بخطورة البوز فأصبح يحمي نفسه هو منه، ألغى ضربات تشارلز وبقي تهديد الإخضاع. تأتي هذه اللقطة هنا بعد قيام تشارلز بسويب أرضي أدى للمقاتلين بالنهوض. هذا الالتحام التايلاندي الناتج عنه أصبح معروف عند إسلام، قام به ضد ياتاكو مويسيس ضد دافي راموس، والآن يقوم به هنا في هذا النزال ليخرج منه ركبات فتاكة. بعد أخذ ورد وتبادل الركبات من الطرفين، تأتي هذه الرفعة الرائعة المعروف بها إسلام وجماعة الصامبو والجودو، ليتحصل إسلام على ثاني تيك داون له في هذه الجولة. أهمية هذا التيك داون أن إسلام انتهج منهج الجودو وليس المصارعة، حاميا أثناء ذلك عنقه من جياتين تشارلز. هذه اللقطة هنا مهمة جدا، لأنه لما يكون خصمك مقاتل جوجوتسو شرس ومعروف بقوته، من المستحيل أن تترك له مساحة يلعب فيها، وإسلام هنا ألغى هذه المساحة نهائيا بحشر أوليفيرا في السياج، تماما مثل ما فعل ضد دافي راموس، وهنا تم إلغاء تشارلز تماما على الأرض. وبهذا نرد على بعض الناس التي قالت إسلام لم يقاتل منازلين معتبرين، مرددين كلام الإعلام الأمريكي أو الحاقدين على إسلام مخاشيف، بحيث إذا كان تشارلز له أكبر عدد إخضاعات بالمنظمة، فمستوى دافي راموس أفضل بكثير في الجوجوتسو، وهو بطل مسابقة أبوظبي الدولية وما أدراك ما هي، ومع ذلك تمكن إسلام من التغلب عليه وألغاه تماما على الأرض. انتهت الجولة الأولى بسيطرة إسلام على الأرض، مع ركلة للتشارلز من التحت لكنها لم تؤثر، بالجان والباوند والحفاظ على الوضعية، مما يعيدنا إلى مقاتل آخر فعل نفس ما فعله إسلام وهو كيفن لي، مما يدل على أن تشارلز لما يحشر في وضعيات مثل هذه يواجه صعوبات كبيرة. الفرق الوحيد أن كارديو لي هي نقطة ضعفه، مما أدى به لخسارة القتال، حيث تم تقطيعه من طرف تشارلز إلى حتت ثم أخضعه بالجولة الثالثة، وهنا العكس تماما. بداية
بدايه الجوله الثانيه بتقدم اسلام على اللوائح، وكعاده تشارلز يقوم بضغطه العالي. مره اخرى ماذا رايتم؟ قلت لكم تذكروا هذا الكومبو جيدا. كان هنالك التحام لوهلة من طرف تشارلز، لكن هذه المرة هو من كان يريد تاك داون، وانتهى بظهره على السياج. تبادل الركبات على الطريقة التايلاندية، ثم انتهى هذا الالتحام بإسلام حاميا نفسه من إلبو أوليفيرا أثناء الافتراق. أكمل الخصمين الصراع على الواقف بتبادل الضربات مع ضغط وتقدم تشارلز المتواصل، وكان تبادل الضربات أثناء مدى الملاكمة بوكسين رينج أحيانا. هنا أمر مألوف يحدث مرة أخرى، أظن أنكم عرفتموه. أوليفيرا يواصل ضغطه كذلك وملاحقته، وثم الركبة الطائرة والإطاعة به. الركبة كما قلنا ليست اعتباطية، فقط الذين ينتقصون من أوليفيرا بقيامه بهذه الحركة، وهنالك من حتى دعاه بالغباء. تشارلز متعود على إرباك خصومه بها، قام بها ضد كل من هزمهم ونجح في إرباكهم، وساعدته كثيرا مع أنها تترك دفاعك مفتوح. وهنا نعود لقتال سابق، وهو قتاله ضد كيفلي. تشارلز قام بها مرتين أو ثلاث، الأولى كما نجحت كما ترون، والثانية تبين أنك إن استطعت تحديد التوقيت الصح ستستغلها أكبر استغلال. وبالطبع هذا الأمر لن يخفى على فريق إسلام، حيث هذا الأخير كان توقيته رائع واستطاع إلغاءها بكامبو رائع. وفي تخمينكم أي كامبو يا أصدقاء؟ نعم، الكامبو الذي قلت لكم تذكروه في بداية الفيديو، يسارية مستقيمة فخطافة يمينية. ابتدأ القتال باليسارية وانتهى بالخطافة اليمينية. هذا الكامبو مخصص لهذا القتال مع مقاتل آخر قد لا يصلح. أصدقائي عفوا، هذه الاستراتيجية خاصة بهذا القتال فحسب، وحاليا لا يوجد فريق متمكن من تخطيط للقتال مثل فريق إسلام بالسحر. نأتي إلى النهاية أو الفينيشينج. كان كل خصوم أوليفيرا إذا سقط إلى الأرض تركه يتعافى، وهو صرح بذلك لدانيال كورمي أن قتاله ضد جيجي قد أصيب حقا واختار التعافي على الأرض، ثم عاد وفاز باللقاء. لكن خصمه هذه المرة سيطر عليه مسبقا في الجولة الأولى على الأرض، وأثبت علو كعبه هناك، بحيث أن إسلام إن أسقطه حتى هبط إليه وهاجمه مباشرة بالإخضاع حتى قبل توفر وضعية صحيحة لذلك، وما إن توفرت حتى كان أوليفيرا قد استسلم، وانتهى اللقاء بفوز إسلام مخشاب. والحمد لله فوز أخونا إسلام بالهزام، وهذه اللحظة التي كان ينتظرها رادا على جميع المشككين، كما قال عبد المنعم رحمه الله، وأنهم هنا قادمون للسيطرة على هذه الفئة لمدة طويلة. إلى هنا نأتي لنهاية التحليل، أرجو أنه أعجبكم. إن كان كذلك لا تنسوا اللايك ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة ودعمنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك ننتظر منكم إيصال هذا الفيديو لألف لايك بمناسبة فوز إسلام مخاشاف، ورابط النزال ستجدونه في الوصف. تابعوا تحليلاتي قبل النزال ستجدونها في آخر الفيديو. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.